بلك انت لما اقولك العناوين دي، شيء في صدري، انف وتلات عيون. نحن لا نزرع الشوك في بيتنا، رجل الحب الضائع. اول حاجه احسان عبد القدوس، طبعا الراجل اللي رواياته كانت بتتصادر من البيوت لو فيها بنت في سن المراهقه، الراجل اللي كتب عن الحب وليه وعاش بيحب على روحه، الراجل الصحفي اللي فجر قضايا كبيره ومهمه وكان الصديق الشخصي لناصر والسادات. طبعا احسان عبد القدوس اول حد هيجي في بالك، وممكن لو انت يعني مدقدق كده شويه تفتكر في السكه عمر الشريف في فيلم في بيتنا رجل وزبيده ثروت بعينيها الحلوه دي، او مثلا شاديه في نحن لا نزرع الشوك. بس عمرك بقى ما هيجي في بالك محمد علوان. بتقولي مين يا اسعد؟ بقول لك محمد علوان. محمد علوان يا جماعه ده مخرج اذاعي كان تخصص في تحويل الروايات الادبيه لمسلسلات اذاعيه، اشتغل مع كبار نجوم الادب واشتغل مع كبار نجوم الفن. ده اللي أقنع عبد الحليم يقدم مسلسل في الإذاعة كان عنوانه أرجوك لا تفهمني بسرعة، وده المسلسل الإذاعي الوحيد في تاريخ عبد الحليم. محمد علوان ده اللي خلى عبد الوهاب يمثل في الإذاعة مع نيلي في مسلسل شيء من العذاب. محمد علوان يا جماعة كان صياد حقيقي ومكتشف بجد، يشوف الرواية الناجحة كده يقوم يقدمها في الإذاعة وبعدها السينما تاخد من وراه. مش واخدين بالكم ان معظم شغله في الإذاعة اتحول لأفلام سينمائية وأفلام ناجحة وبنجوم كبار كبار جدا؟ طيب مين بقى محمد علوان والراجل ده ازاي عمل كل ده ومحدش يعرفه؟ يا مؤمن ده مفيش رمضان كان بيعدي من غير مسلسل إذاعي من إخراج المبدع ده. ازاي ننسى الراجل ده؟ ازاي نعدي على اسمه كده ولا كأنه عمل حاجة ولا كأنه قدم لنا البهجة المصفية؟ طيب ما علينا. محمد علوان خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، ولما اتخرج اشتغل مدرس في المعهد. كان شاطر جدا الصراحة في فن التمثيل، بس مين قال إن تدريس الفن يخلي الفنان يتخلى عن ممارسة الفن نفسه؟ محمد علوان ما قعدش ساكت، قام كده اشتغل شوية في السينما، عمل أدوار مش كتير بس ما كانتش يعني حاجات مؤثرة قوي. مثلا دوره في أمير الانتقام كان دور زعيم الثوار اللي في السجن، وعمل دور صغير في فيلم الأستاذة فاطمة. أيوة يا سيدي، هو كان جوز الست لولا صدقي، وعمل دور كمان في اليتيمتين. قعد كتير كده محمد علوان الصراحة، من دور صغير لدور أصغر، بس لأن الحلم هو التمثيل مش النجومية، محمد علوان فضل مستمر يقدم أدوار حسب المتاح وحسب مزاجه، لحد ما جه عمنا حسن الإمام واداله دور كبير في فيلم الخرساء قصاد سميرة أحمد وحسن يوسف. بس برضو لسه كتير على النجومية في السينما. في السكة كده محمد علوان اشتغل في الإذاعة، ما هو صوته كان جميل، كان صوت مميز قوي، فبقى نجم مسلسلات الإذاعة بصوته المميز ده اللي ممكن تعرفه من على بعد شارعين، وهوب بقى مخرج وبقى مستشار لإذاعة الشرق الأوسط. ولأنه مدرس في المعهد كان بيقرأ أي إنتاج أدبي جديد، فطلع بفكرة مجنونة، إيه رأيكم نقدم أعمال كبار الأدباء مسلسلات؟ وفعلاً قدر يعمل ده، شغل معاه في الإذاعة كبار نجوم السينما أيامها، زي مثلاً عمر الشريف اللي كان بقى نجم عالمي وقدم مع محمد علوان مسلسل الحب الضائع، وكان بيسافر له لندن مخصوص يسجل صوته لوحده ويرجع هنا يعمل عملية مونتاج ويدخل صوت عمر الشريف وسط أصوات المسلسل كله بما فيها الساوند إفكت وكل حاجة تحس إنه واقف معاهم في الاستوديو، وخصوصا جنب سعاد حسني.
وطبعا عادل إمام وعبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي ومجموعة كبيرة جدا من النجوم. محمد علوان فضل مستمر بإبداعه الإذاعي لحد ما رحل وهو عنده 55 سنة بس. أذكركم وأذكر الإذاعة برصيد محمد علوان، سمعوا للناس يا جماعة.